السلام عليكم يا أيها الشعب الجزائري. البارح داروا إعلان للمينيستير دو لابيتا اي دو لوربانيزم، داروا إعلان 18 جوي الخميس 18 جوي باللي حبسوا تسجيلات، آخر يوم تسجيلات. أنا باغي ندير ميساج للسلطات المعنية، راكم قررتوا تبلعوا السيت، ولكن هل نظرتم على القضية تاع أن فئة كبيرة، ماشي فئة كبيرة، 90% ما قدروش يسجلوا؟ كيفاش هذا الأمر جاكم عادي، جاكم عادي جدا أنكم تغلقوا التسجيلات مع العلم، وأعرف أنكم تعلمون ذلك، مع العلم أنهم 90% من المجتمع الجزائري ما قدروش وعانوا في هذه 15 يوم، عانوا أقصى معاناة، أقصى معاناة. أنا مانيش نهضر غير هكا، ولا راني نقول لكم أقصى معاناة عانوها باش يسجلوا في عاد ثلاثة. كانوا متمسكين في هذاك الأمل أنهم يسلكوا من هذاك الكرا، يسلكوا من مشاكل، يسلكوا من الحياة العائلية. واحد عايش مع خوته، مع والديه، واحد عايش في الحواج، واحد عايش في 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 بيوت قصديرية، واحد عايش وعادي. ودرتو تسجيلات، حليتو السيت وابليكاسيون، والله لا زعما والله لا الكلام ما عنديش كلام، صاير كلام ما كاينش، صاير ما بقاليش الهضره نهضرها. ولا دوك انا نوجه هذا الميساج للصوت المعنيه، ونقارع من الشعب الجزائري يبارطاجي ماكس هذا الفيديو باش توصل للسلطات المعنيه، باش يشوفوا القضيه تاع هذا الامر، لان امر ماروش امر هين، امر راه كما قال لك راه جدي، فعلا جدي، راه فعلا جدي. الامر كارثي يا خوتي، امر كارثي. كيفاه يديروا انسكريبسيون هكا ويخلوا الناس معلقين هكا الافا، ويدير لك اعلان المينيستير دو لابيتا اي دو لوربانيزم انونسي ايغ لو 18 جوي ا مينوي لي زاري دو دي انسكريبسيون بور لا ديال 3. مي بوركوا ils ont commencé les inscriptions؟ انا خويا راني من لو 5 وانا نحاول حتى الخميس، اقسم بالله ما قديت، ودرت كامل الطرق، درت لابليكاسيون، درت اوتو ريفريش، بدلت كسموه موتور دو ريشيرش، كنت كورون، درت اموزيلا، درت اوبيرا، رحت عند سيبر قال لي الله غالبا مبلوكي. ما فهمتش والله العظيم، لا هذا امر يلق نوضحوا فيه هذا الامر، هذا يلق امر جدي، لانه ماهوش امر بسيط، ماهوش امر بسيط. كيف انتوما كنت توجدوا هذا الامر لي شهور ديجا، غير باش بديتو لانسكريبسيون حتى الشيطونه، راكم بديتوها من مارس بعد افريل، بعد ماي، بعد جوان، بعد جوي اخر اللي حليتو، ومن بعد تبلعوا السيت وتقولوا بلي كملنا لانسكريبسيون، وتقولوا بلي لحقا قرابه 2 مليون مكتتب. والشعب انا دوك حنا رانا اغبياء ولا كيفاه؟ فانا ندورو في لهنايا وراني نسقسي لي جيت لي جا، راني رحت للتيرت، رحت الشعب راه يعاني في التسجيلات تاع ثلاثه، الشعب راه يعاني. لقتدو بعين الاعتبار هذا الامر، انا نوضح ندير هذا الفيديو باش توصل صوت معايا. مانيش نحوس ندير مشاكل ولا بروبليم، ولكن لقوا واحد يعرف دوك حنا مادام دوك راني ندير فيديو انا وراني نهضر باسم الفئه الكبيره اللي راهم يعانوا، رانا نعانوا والله لا رانا نعانوا. دوك كيفاش عاد ثلاثه وين تسمحنا غادي نقدروا نسجلوا، وين ندو السكن تاعنا، وين ياك داك مدخول في الدستور باللي حق الشعب الجزائري على السكن. ما وفرتو لنا سوسيال، ما وفرتو لنا عدل، ما وفرتو لنا ما ماناش فاهمين دوك حنا كيفاش نديرو.
وين نسكنوا وكي نديروا وكيفاش. ولا عنده يكري يكري صح لاباس بيه، واللي يدك يشري أرضي لاباس بيه، والفئة العامة مساكين هادو اللي خلصوا جنين 2 في الشهر كيفاش حالتهم دروك هادو كيفاش. حتى عدلوا ما طابوش عليه، عدل سوسيال ما كانش. والله ما بارطاجو ماكس، لعل وعسى توصل السلطة معنية بلكي تاخذوا قرار ولا يشوفوا في هذا الامر، وربي يكون في عونه. وميساج للسلطة المعنية، عاونونا باسكو ما كانش كيفاش، عاونونا وديرونا حل هذا المشكل، ديرونا حل هذا المشكل، لانه كما قال لك ما بقاش امل، ما بقاش امل. هذا دوك قضيه كيما هذه صارت لنا عباك باللي صاي، الاعصاب فشلوا والله العظيم. لا ولينا مرضى، مرضى صاي مرضنا، اوني دوفني مالاد كونسيرنون هذا لو بوين. اوني دوفني كاريمون مالاد صاي، اوني دوفني ديبريسيف صاي. بقينا غير شويه نولي نضربوا لا باروكسيتين ولا مانيش عارف انا شنضربوا، باسكو سي فريمون كاتاستروفيك، اقسم بالله كاتاستروفيك. ديروا اعلان على التسجيلات والشعب عانى، وكنت تشوفوا بلي الشعب راه يعاني في هذيك الفتره تاع التسجيلات. ما قدرتوش تغير الوضع، يا كان يقول قدرت راه كاينين ما شاء الله الامكانيات، وكاين لي زانجينيور في هذا لي انفورماتيسيان في الجزائر معمره بهم تقنيات، كاين لي سيرفر، كاين كل شيء كاين. شغل شتو بلي الشعب الجزائري يعاني وما قدرتوش ديروا حل هذا الامر، اقسم بالله لا كارثي هذا الامر، كارثي. شابين نقولوا حنا نوصلوا للحوس الفيديو وصل للسلطة المعنية، ولا بغات كاع يوصل حتى الرئيس تبون باش يشوفنا في هذا الامر، باسكو حنا ما راناش نحوسوا نديروا مشاكل ولا نحوسوا على الحق تاعنا، حوسوا على السكن، وفروا لنا سكن، بنوا كرو لنا. مانيش عارف كيفاش واش ديروا. ما دوك حنا رانا نعانو دوك، انا مادام راني نهضر سيكو رانا نعانو في هذه الوضعيه. دوك درهمك كومبلي يروحوا في كراء، راهي من 24 مليون حتى 36 مليون حتى 40 مليون في العام. دوك هذيك 36 ولا 40 ولا 25 ولا مليون هذيك باش نديرها في شيء اخر، نطلع فيها نزيدهم في اولادي، ولا نزيدهم في العائله، نزيدهم في الوالده، نزيدهم في مانيش عارف دروك انا، والله ماني عارف. رانا شغل انا عايشين باش ناكلو ونرقدو، هذا الامر. الله المستعان، الله المستعان، الله يكون في عوننا. بارطاجو ماكس 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 هذا الفيديو، بارطاجو ماكسيموم باش يوصل سلطة المعنية ويوصل للرئيس تبون باش يشوفوا على هذا الامر، باسكو الامر هذا ما راهوش امر هين، راهو امر قادر نقولوا امر خطير، لان والله لا كارثة، والله الله المستعان، الله يكون في عوننا.